السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وفي اي مكان راكم تتابعوا فينا من خلال الجزائر الثالثه. خلوني كذلك نرحب بمشاهدينا على القناه الارضيه اللي يجيهم الموعد دائما اللي يكونوا في الموعد دائما يوم الاربعاء ابتداء من الساعه 9 مساء. موضوع اليوم جزائر الخير موضوع مهم جدا لكل فئات المجتمع ابتداء من اطفالها حتى كبار السن شيوخها وعجائزها اللي نحترمهم بزاف، هو الترفيه. الترفيه اللي هي ثقافة مطلوبة عندنا احنا كجزائريين، كيفاش ممكن الإنسان يتعامل مع هذا العالم، عالم الترفيه. لكن قبل ما ندخلوا في الموضوع خلوني فقط نذكر مشاهدينا أنه ممكن أنكم تعودوا تشوفوا البرنامج ولا تلقاوا البرنامج ولا تدخلوا للصفحة الرسمية لبرنامج جزائر الخير www.antv.dz ولا تضربوا طلة تقولوا لنا آرائكم انتقاداتكم اقتراحاتكم، نحن في الخدمة. لازم نذكركم فقط أنه برنامج جزائر الخير هذا آخر عدد لهذا الموسم قبل شهر رمضان المبارك. كما قلت إذا موضوعنا اليوم هو موضوع مهم جدا يهمنا احنا كجزائريين لأنه نحبوا أنه نعيشوا الترفيه كما يجب، ماشي كما نتصوروا احنا، لكن عنده قواعد لازم الإنسان يتبعها باش يستفيد 100% من حقه في الترفيه في الجزائر. موضوعنا اليوم هو دور الجمعيات الخيرية في تنظيم النشاطات الترفيهية. هنا في الموضوع هو للشباب لكن الترفيه من حق كل فئات المجتمع. لهذا الغرض وجهنا دعوة لضيوفنا اللي رايحين يثريوا هذا الموضوع من خلال أسئلتنا اللي حنطرحوها عليهم لأنهم ما يعملوا كثير في الميدان. خلوني في البداية نرحب بالسيد محمد بوعلاق القائد العام للكشافة الإسلامية. مرحبا بك سيدي. الله يسلمك. مرحبا. راك ألز معنا سيدي. طبعا. الله يبارك. خاصة مع التسلية والترفيه. الله يبارك. كذلك خلوني نرحب بالسيد حمامدة عبد اللطيف وهو رئيس جمعية أوكتوبوس. من بعد راح نعرفوا وشنو هي أوكتوبوس وش راح يدير. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. مساء الخير. اهلا بك. مرحبا بك. وكما العاده رايح نروحوا الوهران من خلال ضيفنا الدائم اللي دائما نوجه له دعوه وعمره ما قالنا لا نرحبوا بالسيد قادة شافي رئيس جمعيه راديوز. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم وان شاء الله نفوتوا سوية شابه ونعرفوا كلمه التنشيط والترفيه بالمعنى تاعها الحقيقي خصوصا للمواطن والشعب والشباب الجزائري والطفل. يعطيك صحة سيد قادة شافي راح تكون معنا من خلال البرنامج وراح نستفادوا كذلك من خبرة جمعية راديوز. لكن قبل ما ندخلوا في النقاش وموضوع الترفيه واش لازم نديره واش ما لازمش نديره وكيفاش يكون الترفيه الحقيقي وش هو الترفيه اللي تقوم به الجمعيات، هل هو مقنن وفي الإطار الصحيح ولا هو عشوائي، هذا الشيء راح نتكلموا عليه من خلال موضوعنا اليوم. قبل هذا راح نشوفوا هذا صبر الآراء استطلاع قامت به زميلتنا حياة سعودي، سقسات الناس وش رايهم في الجمعيات اللي تقوم بالترفيه ولا نشاطات الترفيه في المجتمع لكل الفئات خاصة الشباب على وجه الخصوص. نشوفوا الاستطلاع ونعود نوليو. أنا جايين على أبواب الصيف وهذه مبادرة مليحة نسحب الصحراء نفس الصحراء زعما الأطفال السياحة وحاجة تخير تاني السياحة وتبادل هكا ثقافات. ونشكر هاد الناس المحسنين اللي راهم خموا على الناس فقراء باسكو كاين اللي مسكين ما يقدرش يدي ولادو للبحر ما يقدرش يديهم للغابة ما يقدرش يديهم برومون هكذا باسكو كل واحد ولي مويان تاعو. وإحنا ماذا بينا الناس يسمعوا بهذا الجمعية هذه ويتبرعوا معهم. مبادرة تاع البلدية ولا الجمعيات هذو اللي يدوا يورونا بلادنا حاجة مليحة. هما نشوفوا ما نعرفوش كاع بلادنا إحنا من العاصمة ما نخرجوش. هما يدونا مليحة. يعني السياحة العلاجية. يعني مليح واحد كيزور يعني يضرب عصفورين بحجرة. يزور يعني هذوك الناس المحتاجين. يزور الناس المحتاجين ويزيد هو يشوف بلاده. المبادرة طيبة. نتمنى تتعمم على كامل أرجاء الوطن. كاين اللي يقدر يجوز فاكونس تاعو مليح، كاين اللي ما يقدرش. نتفكروا خاوتنا تاع الجزائر العميقة. يديروا هاد الناس يخرجوا هاد الناس اللي ما عندهمش العجايز، كيما حنا في أدرا عندنا برايس تاع سياحة. ماذا بينا نديرو كيما هاك منها تعرفي البلاد نتاعك ومنها حاجه ترفيه لهاد البرنامج.
تكون كل ولايه دير خاصه وزاره الشباب والرياضه دير برنامج على الاقل راه جاي الصيف كاين مخيمات صيفيه كاين مخيمات صيفيه على الاقل دير هاد المخيمات ومنهم حتى الاطفال كاين اطفال ذوي احتياجات يكونوا يبرمجوا لهم هاد اللقاءات في المخيمات من بين المخيمات تاع الشواطئ ومكان عاودك على الصحراء. اذا الفكره لقت استحسان عند كل المواطنين انه يكون فيه جمعيات تقوم بهذه العمليه عمليه الترفيه في فائده ولصالح الشباب وللاطفال كما قلت لكل شرائح المجتمع. لكن في الكلام اللي تكلموه المواطنين وبزاف المواطنين الترفيه مرتبط بالامكانيات. لكن قبل ما نتكلموا على هذه الامكانيات سيد بوعلاق وشو الترفيه بالنسبة للجزائري؟ كيفاش في رأيك أنت المواطن الجزائري يشوف الترفيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا مرة أخرى على الاستضافة، تحية لكم جميعا وللمشاهدين الأفاضل. بالنسبة للترفيه هو في الحقيقة الترفيه هنا في اعتقادي أنه ثقافة ينتج عنها السلوك، هذا السلوك يدخل في تنظيم حياة الإنسان اليومية وحياة الإنسان بصفة عامة. فالإنسان كما يحتاج إلى الأكل والشرب يحتاج إلى الراحة يحتاج إلى النوم يحتاج إلى التسلية يحتاج إلى الترفيه ويجب أن يخصص له وقت وهذا الوقت يكون طبعا حسب الاحتياجات باش يلبي جزء من احتياجات الإنسان في خلال حياته اليومية. طبعا احنا في هذا الموضوع أنا اللي لمسته واللي أعتقده أنه هذه الثقافة غايبة عنا بصفة عامة. الإنسان ربما تلقاه في منشغل بحاجاته اليومية سواء كان كطالب في الدراسة أو كعامل موظف في العمل نتاعه، بالنسبة له عنده يوم نهاية الأسبوع هو يوم تاع راحة، يقول لك خليني نرقد، ممكن ياخذ قسط من النوم حتى في الفترة الصباحية يتأخر في النهوض. وفي كثير من الأحيان ما يعرفش كيش يستغل هذا الوقت هذا ويستفيد من ما يمكن أن يستفيد منه من حوله، مش بالشرط يعني الترفيه والتسلية هو أنك تأخذ بطاقة سفر وتقطع بها مسافات بعيدة داخل الوطن أو خارج الوطن، وإنما الترفيه يقدر يكون بأدوات بسيطة بأدوات غير موجودة غير حولك إلى آخره. فالترفيه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. التسلية هي جزء من حياة الإنسان، يعرف كيف يستغلها وكيف يوضع لها مكانها في نظامه، في نظام حياته اليومي، في نظام حياته الشهري. أيضا نحب نقول حاجة فيما يتعلق بهذا الموضوع، كيف عاشوه الأجيال نتاعنا. نجد في أجيالنا السابقة أكثر ثقافة منا من الأجيال المعاصرة، الأجيال الحاضرة في هذا الموضوع. فالآباء نتاعنا والأجداد نتاعنا كانوا يحسنون الترفيه وكانوا يحسنون التسلية، فكانت الجد وكان الجدة في نهاية في السهرة في السمر في البيت تجمع كل العائلة وتذكر لهم قصص وتذكر لهم حكايات وتذكر لهم نكت وبعض الألعاب التقليدية الشعبية نقوم بها في البيت، وكان هذا جزء من الترفيه، نوع من أنواع الترفيه لأنه ينحي على الإنسان الضغط تاع الحياة، ينحي على الإنسان الضغط تاع اليوم ويخليه ينبسط ويخرج يغير النشاط الذهني نتاعو. فكانوا يحسنون هذا، ولكن مع الوقت مشات هذه، تبدلت الأفكار وتبدلت الآراء، تبدل كل شيء. ولكن كان يفترض أننا ننمي في أنفسنا ثقافة جديدة تناسب هذا التغيير فيما يتعلق بالتسلية والترفيه. الله يبارك، يعطيك الصحة سيد بوعلاك. سيد حمام، ده النقطة اللي حنبدأ منها هي واش قال السيد بوعلاك، أنه ثقافة الترفيه ما نقولوش ما عندناش، ممكن تكون ناقصة، ممكن أنه الشاب الجزائري خاصة ما يعرفش شنو هو الترفيه وشنو هي التسلية، لأنه كل شيء مرتبط بالتحواس، بالتسلية، بالترفيه، بالسياحة بصفة عامة. هل هذه الثقافة مفقودة عندنا احنا كجزائريين؟ شكرا، مرحبا بك. بالجانب عندما نقول احنا الترفيه، احنا نصيف الترفيه هو نشاط، وهذا النشاط يجي تكميلي لكل نشاطات تاع الانسان اللي عايشها في كل، نقول احنا في نهاره ولا في الاسبوع تاعو. الاشكاليه اللي رانا نشوفوها احنا عندنا مع المواطن خاوتنا، الفكر الترفيهي هو احنا عندنا 3 شهور في العام، يعني هو الصيف. وهذا غلط، وغلط كبير، موش غلط صغير، لان الانسان هو بحاجه لهذا الترفيه. واحد اللي يخدم نهار كامل، تصيب يخرج العشية من الخدمة الخمسة، تصيبه عيان، ممكن عنده ضغوطات. هذه الآلة اللي احنا سموها آلة الترفيه اليوم رانا نصيبوها، ما نقولوش ما نصيبوهاش. كي يدخل حومة يلعب بالدومين مع أصحابه، راهو من الجانب نقولوا احنا ترفيهي. الآليات احنا مفقودة، ما نقولوش ما كاش الترفيه، الآليات اليوم تاع الترفيه مفقودة. وشنو هي الآليات الأساسية؟ الآليات الترفيه احنا عندما نقولوا هذا بصفة عامة نقولوا الشباب. السؤال المطروح شكون هو شباب؟ هذا نقولوا احنا لا جوناس في ذهن العمر تاع السن تاع الإنسان، ولا لا جوناس في العمر تاع الفكر تاع الإنسان. احنا نشوفوا اليوم في البلدان المتقدمة الكبرى، أمريكا، إنجلترا، أوروبا، ألمانيا، نشوفوا باللي الفكر هو اللي يقعد الشباب، موش السن تاع الانسان. ومن اكبر الاحيان نشوفوا الاكبر في السن اكثرهم شباب في الفكر. وحنا عندنا في بلادنا احنا نقولوا تصيب صغار مساكن تالمون المشاكل وكذا، كبروا في السن تاعهم قبل الوقت. من هذا الباب احنا نقولوا لازم ندعم باش يكونوا الاليات اللي تخلي الشباب تاعنا والناس كبار عجايز شيوخ كلش يكون الترفيه في كل الميادين. ونثبت ونزيد نقول الترفيه ماهوش 3 شهور، 3 شهور على مدار العام، اخرى على مدار العام كاين مام لو ترازيام موا، يعني ترازيام موا باسكو في الترفيه اليه اللي يدخل فيها ليكسبورطاسيون سيرفيس ويدخل فيها بزاف امور. هاي وراهي وهو نشاط لحقنا له احنا اليوم، كلي نروحوا عند الطبيب ويكتبه لنا في الاوردونونس باش الانسان ينحي كاع لو ستريس تاعو.
هذا هو الترفيه. الله يبارك. نروح الآن لوهران نشوفه مع السيد قادة شافي. السؤال يعني ما يكونش بعيد على وش أنا وش طرحته الآن على ضيفية هنا في الاستوديو. وش لازم نديره الآن خاصة الشباب، بما أنه موضوعنا اليوم هو الشباب، باش يعيش حقه من الترفيه في بلاده؟ وش لازم نديره سيد قادة شافي؟ نعم، هو الموضوع يعني تاع الترفيه او التنشيط او كما نقولوها بالدارجه الشباب يفاجئ على روحه. هو عندنا احنا هذه الكلمه اللي عشناها منذ القدم، منذ احنا اللي عشناها في الصغار وعاشوها اخوتي والضياف، جا شهر الصيف باش نفاجئوا على روحنا، ولا يعني ما نسوش يعني العطل المدرسيه ولا العطله تاع الربيع وكل شيء. نظن احنا هذا التنشيط وهذا الترفيه هو عباره عن حلقه اللي لازم العائله اولا تعيشها، يعني تعيشها كعائله اولا، الاب والام يكون عندهم دور كبير كيف يخلقوا جو ترفيهي في العائله اولا. العائله هي الاول، يعني اهم حاجه شيء باش نخلقوا التنشيط وباش نخلقوا الترفيه ونخلقوا يعني جو يعني من بعده الملل، هو تبدا من العائله، الاب والام يعني يصنعون ويخططون وينظمون كيف يصنعون الفرجه للعائله عبر خرجات ميدانيه نهايه الاسبوع، عبر خرجات يوميه، عبر الذهاب عند العائلات، عبر الذهاب عند الاقارب، عبر اقامه يعني نظن هذه كامل يعني ولائم. الله يبارك، هذه كامل ربما هي ما نقولوش استراتيجيه تاع المجتمع كيفاش يعيش كل واحد كيفاش يعيش ترفيه، لكن انا حبيت نعرف الان مادام سمعنا الان انه ثقافه الترفيه مفقوده خاصه عند الشباب، يقول لك ما يعرفوش كيفاش يفاجئوا على روحهم الان، عكس اللي كنا احنا كما قال سيد بوعلاك انه بكري كانوا والدينا يعرفوا كيفاش يخلقوا دي الوزير لنفسهم، ماشي غير في الصيف، فعلى مدار العام الان الشباب الان ما عندهمش هاد الثقافه هذه، على الرغم انه ولينا نسمعوا بشباب الويكاند عطله الويكاند يستغلها في الخرجه في تحواس في سياحه معينه على حساب امكانياته. نعم، لا نتكلمك، انا نعطيك انا مثال على مدينه وهران. يعني احنا كنا مثلا الشاطئ يعني البحر كنا نشوفوه غير في الصيف، يعني دروك في الغابات يعني الغابات تاع مدينه وهران او يعني المنتزهات او شاطئ البحر هي طول السنه، طول السنة يعني احنا رانا نشوفوا الشباب ينظموا روحهم مور الجمعة أو يوم السبت يروحوا يفوتوا يوم، يعني لا بغى يكون يعني الحال بارد يروحوا تشوف يديروا الشوا ويديروا يعني اللحم ويديروا الأمبيونس بيناتهم والموسيقى وكلش. يعني الشباب تاعنا عكس السنوات يعني بكري راك عارف كي كان يجي الشتاء وكي كان يجي البرد وكل شيء يعني الحركه تنقع، ولكن الان الشباب تاعنا راه يحوس يخلق فرصه من حوله، يعني سواء يروحوا يعني نهايه الاسبوع او يلعبوا الدومينو كما قال الاخ، او كذلك الحاجه اللي مهمه هي التجمعات في المنازل. صح. تجمعات في المنازل كل يوم نتلاقوا عند صديق، كل يوم نديروا، لكن في اطار المعقول بعيد عن باش يفهموني لا جوناس، يعني باش نحلوا المشاكل باش نديروا مشاريع، يعني باش ما نروحوش نخلقوا تجمعات داخل المنازل باش نديروا الافات الاجتماعيه ونحوسوا باش يعني نتغلبوا على المشاكل تاعنا، وهذا هو ان شاء الله. صح. يعني الحاجه اللي رانا ننادوا بها ونحاولوا يعني نركزوا عليها دائما عبر شبكه التواصل الاجتماعي او عبر الاتصالات او عبر يعني الندوات الصحفيه او عبر كذلك يعني خوتنا تاع الكشافه يعني اللي في وهران هنا نذكرهم بالخير كذلك، يضلوا في الزيارات الميدانيه عبر المستشفيات وعبر المدارس، لانه يعني هي عباره عن عمر، يعني تبدا من 15 سنه 20 25 30 40 60، لكن احنا الاهميه تاعنا نعطوها دائما للشباب. اكيد لشباب ما بين 20 حتى 40 السنه ان شاء الله باش تكون تجارب ميدانيه إن شاء الله. يعني وبعد ان شاء الله يعرف يجري حياته. مازال راح تكون معنا سيد قادة شافي، بارك الله فيك على المداخله تاعك. نعاونوا لي سيد بوعلاق قائد العام للكشافه الاسلاميه الجزائريه. الان اللي تكلمت من قبل كنت تكلم مع السيد حمام ده في الكواليس على انه الترفيه مرتبط بالامكانيات، اللي ما عندوش امكانيات كيفاش الجمعيات ولا المجتمع المدني يقدر يساهم في هذه العمليه، عمليه الترفيه للناس اللي ما عندهمش امكانيات، لانه نعرفوا انه الترفيه في العالم هو آلة اقتصاديه
وتجارية في نفس الوقت اللي تتطلب بزاف أموال، كيفاش نقدروا نعاونوا الناس اللي ما عندهاش إمكانيات باش تعيش حقها من الترفيه كما يقول السيد أحمد؟ فعلا نقتبس من كلمة قلتها أنت ثاني قبيل، حق الشباب، وعجبتني كلمة حق لأنه الترفيه هو أيضا من حقوق الإنسان، حق من الحقوق اللي لابد أن يتمتع به الإنسان كما يتمتع بباقي الحقوق الأخرى المعروفة. أما قضية الترفيه وارتباطه بالإمكانيات، أنا ربما لا أشاطر الرأي كثير في الموضوع هذا، لأنه كما الإنسان يعيش حسب الإمكانيات نتاعه ويلبس حسب الإمكانيات نتاعه، حتى الترفيه متوفر بمختلف المستويات. يعني فيه الترفيه مجاني، فيه الترفيه اللي تصنعه لنفسك بنفسك من خلال البيئة اللي تعيش فيها، من خلال الجو اللي تعيش فيه. فالترفيه مش مربوط فقط بالسفر إلى الخارج اللي يكلف، والترفيه مش مرتبط فقط بالإقامة في فنادق ضخمة اللي تكلف أموال كبيرة إلى آخره. فالترفيه أعتقد أنا مرتبط بالإمكانيات على مختلف المستويات، تقدر توجد نوع من أنواع الترفيه. لما بالنسبة للناس اللي تعيش على مستوى قريبة من الغابة، اللي يعيش قريب من 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 البحر، ولا اللي يعيش قريب من مناطق اللي البيئة الجميلة اللي تجلب الترفيه، يمكن أنه يصنع لنفسه هذا الترفيه. فالترفيه هو مجالات وأنواع متعددة ومختلفة تستجيب لاحتياجات الإنسان حسب الميولات والرغبة نتاعه هو. الآن حبيت نعرف أن مثلا الكشافة الإسلامية وش يدير في هذا المجال، لأنه نعرف أنه نشاط الكشافة الإسلامية دائم باش تأخذ تترفع على العديد من فئات هذا المجتمع، خاصة الشباب والأطفال. فعلاً. فعلاً. هو بالنسبة نضيف حاجة بالنسبة للكلام اللي قلته أنا، هذا لا يعني إنه المجتمع المدني والحركة الجمعوية والجمعيات ما تخففش وتساهم في تقريب يعني كل من يريد ومن يحتاج إنه يكتشف مناطق اللي ما عندوش هو إمكانية باش يوصل لها، تساهم فيها كوسيط. والكشافة الإسلامية الجزائرية جزء من هذا المجتمع المدني ومن الجمعيات، وتؤدي دور كبير في هذا السياق في الكشافة الإسلامية الجزائرية. أولا بمناسبة الاحتفال احنا الآن بالذكرى 80 لتأسيسها الرسمي 1936-2016، ف 80 سنة احنا نحتفل بهذا السنة تحت شعار 80 عاما في خدمتك وطني. هذا يعني الزمان طويل والتاريخ تاع الكشافة الإسلامية الجزائرية خلاها منتشرة في كل ولايات الوطن. احنا موجودين في 48 ولاية، موجودين في اكثر من 1200 بلدية، مش كل البلديات ولكن معظم بلديات الوطن موجودين. فنحن قريبين من كل الأحياء الشعبية او أغلبية الأحياء الشعبية موجودين فيها. الكشافة الإسلامية الجزائرية تقوم بعدة أنشطة، من ضمن هذه الأنشطة اللي تساهم في التسلية وفي الترفيه على الفتية والفتيات وعلى الشباب من مختلف الأعمار اللي يلتحقوا بها، ما تقوم به من الرحلات. احنا عندنا ما نخرجوش فقط مخيمات صيفية، احنا نشتغلوا كل العام. عندنا الرحلات، هذه اللي تكون في نهايات الأسبوع. عندنا الأنشطة المختلفة اللي تستجيب لاحتياجات الشباب، سواء كانت الرياضية منها، سواء كانت الثقافية، سواء كانت المسابقات، سواء كانت المشاركات مثلا في المعارض اللي تنظمها المؤسسات الاقتصادية، الزيارة على المعارض، سواء كان في زيارة المتاحف، سواء كان في زيارة الأماكن الأثرية، سواء كان في التنقل لاكتشاف ولاية من ولاية. هذه الرحلات تقوم بالاكتشافها، كلها تدخل في إطار توفر فضاء كبير للتسلية وللترفيه، ومفتوحة وما تكلفش. أكيد هذا هو المبتغى. وعلاش ما تكلفش؟ لأننا احنا مانيش مؤسسة اقتصادية للربح، وإنما احنا منظمة تاع مجتمع مدني تهدف إلى تربية وإعداد الفتية والشباب بطريقتها الخاصة ومتطوعة. الله يبارك. وكل الإطارات اللي قايمين على العمل هذا هما متطوعين، ما يخلصوا من جيبه باش يساهموا في عملية الترفيه. بالنسبة له لما يشوف الطفل ولا الشباب يتسلى. فهذا يخفف معناها من الكلفة اللي كنتوا تتكلموا عليها. الله يبارك. سيد حمامدة، الآن نعود سؤال، أنه الترفيه آلة اقتصادية
تتطلب أموال كثيرة باش توفر لزافراستركتور الإمكانيات وحدة أخرى، لكن المواطن ولا الشاب لازم يكون عنده إمكانيات كذلك باش يعيش هذا الترفيه كما يجب. يعني ربما اللي يسكن قدام الغابة يروح للغابة فقط، واللي يسكن قدام البحر يروح البحر، ما عندوش الحق يتنقل من مكان ألف إلى باء اللي هو السياحة. الآن وشنو هي الأمور اللي لازم يديرها المجتمع المدني كما جمعية أوكتوبيس، وش راه يدير في هذا المجال خاصة عالم الترفيه والسياحة؟ احنا بلادنا ديجا ماشي كيما البلدان كاع الاخرين، احنا ما شاء الله البلاد تاعنا نقولوا ضخمة، الله يبارك، 1600 كيلومتر تاع بحر، وكل 1600 كيلومتر جبال يعني غابات، وراء الجبال والغابات عندنا الصحراء ما شاء الله من اكبر الصحراء في القطر كله. في الميدان الترفيه هذا باش نديروا الفرق بين الترفيه والسياحه، احنا خاوتنا يروحوا لتونس ولا يروحوا المغرب ولا يروحوا لاوروبا هو نقل يعني سياحه، نروح سياحه، بصح عندما نلحق للمكان نبحث عن اليات الترفيه، هذا هو الفرق بين السياحه والترفيه. احنا في ميدان الترفيه المبتغى من السياحه هو الترفيه، يعني هذا هو الهدف الاول، هي سياحه داخل الترفيه مش ترفيه داخل السياحه. يعني من اللب نروح ندير السياحه باش نلحق المكان، وهذاك المكان نستخدم كل الاليات باش ناخذ حقنا من الترفيه. لهذا الشيء الناس تصرف اموال باغضه باش نروح ندير هذا الترفيه. الان الترفيه بكلمة الترفيه هي مدرسة، ما ننساش، ما قعدناش نروح ندير الترفيه باش ترفيه، يعني نلعب ولا نشطح ولا نقصر. اليوم نشوف البلدان المتقدمة يقولوا باللغة نقول احنا لي بارك تام، يعني لو تام هو الموضوع، هذا اخر موضوعية الموضوع. اليوم الترفيه هي مدرسة، نروح الغردايا راهي مدرسة كبيرة، احنا بلادنا ثرواتها ما شاء الله من ولاية إلى ولاية، صح. من هذا الجانب نقدر احنا كجمعية أو كجمعيات مختلفة في الميدان، وكل جمعية اللي مقرها، يعني جمعية اللي عندنا في غردايا ولا جمعية اللي عندنا في وهران ولا جمعية اللي عندنا في تلمسان، يكون تبادل نشاطات الترفيهية الثقافية، يعني مدرسة ناخذ الإخوة احنا من الغردايا نديها لتلمسان، كي يروح لتماك يقيم راح ياخذ الدرس واش عندنا في تلمسان، تاع تلمسان في المثال يحبط الغردايا، ويكون هذا كاع تبادل. بصح لازم نعرف باللي اليوم الترفيه ما قعدش برك ترفيه، يعني هي مدارس. ومن جانب المدارس انا كما قلتها ونعاود نقولها، هي الترفيه هو 12 شهر. 12 شهر يعني كان نهايه الاسبوع ونهايه اليوم. نشوفوا احنا في المدارس ما كاش علاقه مباشره مع الجمعيات. ما عندناش علاقات مباشرة، بصح نشوف البلديات في بعض الأحيان تأخذ مدارس الأولاد تاع المدارس وتدير نشاطات عن طريق الجمعيات وتخرجهم في نزهة. هذه نقولوا احنا النزهة، نقولوا السياحة نزهة، وهذيك النزهة تخرجهم باش يروحوا هذوك التلاميذ ياخذوا حقهم من الترفيه. نعاود نولوا اليوم الجمعيات تاعنا هي أوكتوبيس، هي احنا نعمل على التنمية وترقية ملاحة النزهة. ملاحة النزهة هي السفينة، وعندنا ثاني برنامج اللي هو تطوير السياحة الساحلية. الشيء العظيم هذا الشيء اللي الإنسان يقوله ويكرره ويقوله ويكرره، الدولة تاعنا دفعت أموال باغضة ما يقدرش حتى واحد آخر يديرها. احنا درنا لي باراج، بالك باللي الدولة الجزائرية عندنا اليوم أكثر من 70 ولا 90 باراج في إطار الألعاب المائية، يعني ما ملي باراج في خارج الساحل وين كاين نقولوا احنا المياه أو بحر أو وديان أو المياه الساكتة كما نقولوا احنا في الباراج، يمكن يكون ألعاب ترفيهية في هذا الجانب. وحنا الجمعية تاعنا تطور كل هذه الألعاب لي جونوتيك، هذو لي جونوتيك لعب مائية، ونقدر نقول من هذا الباب من اللي هي آلية. الآلية هذه احنا نقدر نقولوا سهلة، هي لازم يكون تدعيم للشباب. يعني حبيت تقول انه حتى الترفيه لا يحتاج الى امكانيات، يعني احنا ركزوا على الشباب لانه الشباب امكانياته بسيطة، ونعرفوا شاب جزائري إلا فئة قليلة اللي ممكن أنها تسمح لنفسها أنها تروح إلى أماكن بإمكانيات باهظة، لأنه هذا هو الموضوع تاعنا اليوم. إحنا يعني الشاب الجزائري
المجتمع المدني. علاش حنا رحنا خيرنا المجتمع المدني اللي هو الجمعيات اللي تعمل على تقديم نوعيه من الترفيه، اللي تنظم هذه النشاطات الترفيهيه لهذا الشباب اللي ما عندوش الامكانيات. اليوم انا نتكلموا على الناس اللي تروح دير لي جنوتيك ودير السياحه البحريه وتنقل من مكان الى مكان، لازم امكانيات. هذا هو الموضوع اللي حبيت نتكلم فيه. الشاب الجزائري هو شاب عظيم وشاب في الفكر تاعو. كاين اليه اللي هي اليه الترفيه، احنا برك ماناش رانا جايزين عليها، جاب لي ربي رايحين ننساوها، اللي هي الانترنت. احنا نشوفوا اليوم الشباب تاعنا يتوجه لي سيبار هادو كافي وكذا، من ياخذ وقت من فراغه ويروح يجول على عبر الانترنت هذه، وياخذ له الاكسجين تاع السياحه وهو قاعد في الكرسي باش تشوف. يروح عن طريق الانترنت هذا، يدخل في بلدان ويدخل على كذا ويشوف كثير من الاشياء. بصح الاشكاليه كي يخرج من تم يقعد متعطش يقعد يزدي مرض، يقعد متعطش. بصح الفكر موجود، يعني الشباب ما نقولوش حنا ما يعرفش، ما كاش منها الشاب تاعنا ما شاء الله ويعرف كلش، بصح يقعد متعطش. هذا العطش حنا باش نسربيه له في كاس ما ونحيه له كما نقولوا، لازم تكون هذه الاليات هذه، والاليات هذه انا بفكري الخاص هذه لازم يكون تدعيم للشباب هذا باش يكون له نقولوا تاسيس في ميدان صغير، في مجال مؤسسات مصغره كذا، باش يعمر نقولوا الفراغ في هذا الميدان الترفيهي. مثلا سيد حمامده، لو كان يجيكم شاب، يجي اولا الجمعيه تاعكم، يجي يسمع بأكتوبوس، يدخل الانترنت يسمع بلي أكتوبوس دير هاد الألعاب، نهار يجي يطلب منكم يقول لكم انا ما عنديش امكانيات وحاب نتجول، حاب نشوف، حاب نتعلم، ما نقدرش نقعد في بلاصتي من غير الانترنت. نروح نشوف كما يقولوا بالعاميه تاعنا، يمرض قلبه يشوف البحر يشوف الصحراء يشوف، بصح ما يقدرش يروح. واش ديروا له مثلا؟ احنا في الجمعيه تاعنا عندنا المنخرطين، وفي ميدان البحري نقولوا الناس المحبين للبحر، ما كاش اللي يخرج في سفينته وحده. يعني من الجانب سيكوريتي ديجا ممنوع. ما عندناش باطو بيرات، وما عندناش باطو ريستورون، هادو اللي كنا نحكيو عليهم. بصح احنا في هذا الميدان مخصوص، باسكو لازم نعرف كاين فراغ في القانون. ونشكر اليوم ثاني عندنا وزاره النقل، هي راهي تشتغل بجد باش تملأ القانون هذا، كيما احنا نقولوا لباطو بيرات اللي خاوتنا ما يشوفوه في تونس وكذا. ما كاش القانون اللي يسمح باش يكون مستثمر اليوم باش يدير ان باطو بيرات، ان باطو ريستورون ما كاش، ان باطو ايكول ما كاش، ان باطو هوتيل ما كاش. يعني كي يكون فوق الماء لازم لك سفينه سينو تغرق. هذوما كل الميادين. وعندنا لي باز نوتيك هذوما اللي اليوم ثاني ما عندناش القوانين اللازمه باش يكون الانسان يكون استثمار فيها. بصح لازم نقول باللي هذه الاستثمارات ماهيش كلها ضخمه، يعني يقدر يكون استثمارات شبانيه صغيره وتجيب سلبيات كيما نقولوا حنايا ما شاء الله، باش تخلي الناس يتلحقوا بهذا الشباب ويكون. نعطيك مثال بسيط، شوف غابه باينام كاين واحد الجمعيه راه يدير الباند بول، ما باليش ولا تسمع به. باند بول هي الحبه اللي معمره بالبنتوره ويتيريو على بعضهم، برك راهو داير نشاط ما شاء الله. تجي الناس راهي دير لاشين باش تصح لها هذيك ربع ساعه ولا باش يدير هذاك النشاط الترفيهي هذاك. من هذا الجانب احنا نقول باللي صح الترفيه هي سيتيون اندستري صناعه، يعني وماهيش اي صناعه. من الصناعات الضخمه اللي تجلب الاموال الضخمه، لان الانسان يروح يصرف ما على بالوش واش يصرف باش يكون في عمك. لازم يكون تدعيم، احنا نقولها ونعاودها للشباب، احنا في اطار السفينه نخرج بالسفينات توعنا، وكانت برامج نخرج لي زونديكابي اللي ما يقدروش يخرجوا، كنا عندنا برامج نخرجوهم. عندك سيدي فرج في الميتان، من الجانب الثقافي التاريخي سيدي فرج انا نشوفه باللي نالاج الانسان ما ينساهاش، اللي هي تابعه لوزاره الشباب والرياضه، عندها اكثر من 40 اقامه على القطر الوطني اظن،
وهاد الاقامات هذوما يجلبوا الشباب هذوما على المدارس وكذا. حنا سيدي فرج يجوا عندنا سيدي فرج، وكاين بعض الاحيان نخرجوا الاطفال هذو كيديروا جوله في البحر ويعاودوا يوليو. انتم نشاطكم مادام تكلم الملاحه يعني البحريه والمائيه مرتبط غير بالصيف يعني في العام كامل؟ ما كانش. راح نولي لك سيد حمامتهم بعد ان شاء الله بعد ما نشوفوا هذا الروبورتاج اللي قامت به زميلتنا ماريا شبيره، ونشكروها على الوقت نتاعها اللي قدمته البرنامج جزائر الخير من خلال موضوع حول رابطة الشباب والترفيه لولاية الجزائر. هي جمعية تقوم بتنظيم نشاطات للأطفال وللعائلة من جانب الترفيه، لأنه شيء مهم أنه العائلة تقيس الشعور بالترفيه الحقيقي في الجزائر. شوفوا هذا الروبورتاج من إنجاز زميلتنا ماريا شبيرة ونعود. هي التحضيرات التي تسبق الامتحانات النهائية من كل عام، والتي تقوم بها رابطة نشاطات الشباب والترفيه لولاية الجزائر. هي تمس كل شرائح المجتمع، ولكن بصفة خاصة الشباب. احنا نعمل على ملء هذا الفراغ، وخاصة في العطل. في العطل الشباب ما يسيبش وين يتوجه، وكذا نراعي بعض النشاطات اللي ناقصه ثاني. نشاطات مكثفة وبرنامج ثري موجه للعائلات بشكل عام وللأطفال بشكل خاص، تسبق شهر رمضان المعظم وتتواصل فعالياتها حتى الموسم الصيفي. هناك برنامج كل أسبوع نهاية أسبوع في الصابلات يوم الجمعة والسبت، كاين أنشطة ثقافية ترفيهية للأطفال وللعائلات وحتى للشباب، والرابطة تشارك بأنشطة عدة، منها تاع الباكارات لي رولر، لي كارتيك تاع لي فواتور السلامة المرورية، الدراجات لي في تي تي، بي ام اكس، وعندنا لي ترومبولين اي لي طوبوغان. شهر رمضان المعظم فيه برنامج مكثف اللي يتمثل في برنامج مسابقة فيفا للإكس بوكس، راح يتشارك فيها كل بلديات ولاية الجزائر، كل بلدية ممكن تشارك بعشرين طفل. والأسبوع الرابع في نهاية رمضان الأسبوع الأخير راح تكون الدور النهائي وتوزيع الجوائز، إضافة إلى أنشطة ترفيهية راح تكون على مستوى الصابلات، وهذا برنامج ترفيهي كل يوم بعد السهرة إلى غاية الثانية صباحا. أنشطة جديدة يعني بالنسبة للشباب، وخاصة أن في هذه الأعوام الأخرين مع دخول العلم الإلكتروني هذايا في الإكس بوكس والبلاي ستيشن هذوما، الأطفال ولاو يحبوا بزاف هذوك الألعاب الإلكترونية خاصة في الهاتف تلقاها في الطابلات. تنشيط المحيط الخاص بالشباب من خلال تكثيف عمليات الترفيه العلمية، وذلك بالتعامل مع عدة جمعيات تعمل على التنسيق فيما بينها وتقديم نشاطات خاصة بالمرضى. تقدم النشاطات لذوي الاحتياجات الخاصة كما الترفيه المعاقين يعني، والأولياء تاع المعاقين يكون عندهم اكتئاب يعني، لازم وليدها تخرجوا، لازم كاش واحد يخرجوا لها، باسكو كاين الناس اللي ما عندهمش ماديات اللي يقدر يروحوا ولا يخلصوا ولا كش حاجة. الرابطة يعني هي اللي تعاوننا باش نروحوا نخرجوا هذوما الأطفال مع الأولياء. إقبال كبير للعائلات والشباب تعرفه الرابطة في كل عام يدفعها أكثر لتكثيف جهودها. إذن شكرا لزميلتنا ماريا شبيرة على هذا الروبورتاج. نعود نولي الآن إلى السيد قدى شافي من وهران، جمعية راديوز. وإحنا نشوفه الآن تقريبا أنه الجمعيات كامل ولا نقول المجتمع المدني كامل مهمته هي النزهة، الرحلات، تقريبا نفس البرنامج نشوفوه عند كامل الجمعيات. هل هذا كافي باش نقول أنه المجتمع المدني يقوم حقا بتنظيم هاد النشاطات الترفيهية لهاد الأطفال وهاد الشباب؟ وعلاش كم البرامج تاوعنا، كم البرامج الترفيهية متشابهة، خرجة الأطفال يدوهم يشوفوا حاجة فيها مهرج فيها رقص فيها غناء ونعاودوا نوليو؟ ما تشوفش باللي المجتمع المدني يقوم بمهمة واحدة في كامل العام مع كامل الأطفال ولا كامل الشباب في نفس التوقيت؟ كما قلوا ورقة طريق واحدة. سيد قدى شافي آخر راه بعيد على كاع
ناسيه هو الاختصاص هو الترفيه الرياضي. تعرف بلي ان الدوله عندما قررت بناء باش تبني ملاعب جواريه ذات العشب الاصطناعي وما اكثرها الان في 48 ولاية وعلى مستوى مداشي وقرى والبيت، كان الهدف تاعه هو هدف ترفيهي. يعني تعرف لأن الشباب عند نهاية يعني بداية من الساعة الخامسة هناك فراغ رهيب، يعني ونظن أن ممارسة كرة القدم عبر الملاعب الجوارية هي عبارة عن ترفيه وتنشيط رياضي، يعني اللي تعطي الفرصه كذلك للشباب باش كذلك اللي عنده رغبه. تعرف اللي احنا تاوعنا يعني شباب جاي يحبوا كره القدم. وهنا يعني كذلك يعني نتساءل يعني ونقول باللي ان الترفيه ماشي غير نزهه ماشي غير سياحه، كاين ترفيه رياضي بعيدا عن ممارسه كره القدم، كاين اللي يجوا يتفرجوا في الزملاء تاعهم ويشجعوا فريق على فريق. انا هذا نسميه نشاط ترفيهي وسميت نسميه نشاط رياضي. انا اليوم كي نسمع الوزير الاول ووزير الداخليه يعطي تعليمه للولايات ومدراء الشبيبه والرياضه على المستوى 48 ولايه باش ان شاء الله طيله شهر رمضان والصيف يكون هناك يعني برنامج ترفيهي كبير على المستوى الوطني. يعني نظن باللي هذا الترفيه يدخل في الترفيه الرياضي، كاين نزهه كاين سياحه. وحنا يعني كجمعيه رادياز منذ 18 سنه رانا نواكبوا في باش نتغلبوا على الفراغ اللي راه يعيشوا الشباب هنا في منطقه الغرب. يعني ومعليش التجارب تاعنا ولوا على المستوى الوطني. تعرف ماشي كاع الناس يروحوا للشاطئ، ماشي كاع الناس عندهم ذوق تاع فن، ماشي كاع الناس عندهم ذوق تاع لعب شطرنج، ماشي الناس عندهم ذوق تاع الاعلام الالي والسيبر كافي وهذو كذا والفيسبوك واليوتيوب والتويتر الى ما اخره. عندهم نشاط رياضي يعني ويحبوا يمارسوا كره القدم، صحه والعقل والجسم السليم في العقل السليم. ولهذا نظن بأن النشاط الرياضي الجواري يدخل كذلك في الترفيه. والحمد لله يعني هذه الملاعب الجوارية حتى 11 ليلا ومنتصف الليل يعني والناس راهي تمارس الرياضة، وكاين هناك الدولة دارت ثقة. ونظن أن هذه التجربة يعني ليق إن شاء الله الترفيه الرياضي الجواري، هذه إن شاء الله ننتظرها الثلاث أربع سنوات القادمة وتشوف يعني الهدف والفائدة تاعها فيما يخص الترفيه الرياضي الجواري. يعطيك صحة سيد قادة شافي، راح نولي لك فيما بعد ما نشوف السيد بوعلاق القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية. نعود نولي لنفس السؤال، يعني الجمعية تقريبا تقوم بنفس المهمة، لما تسأل القائمين على الجمعية هذه علاش ديروا هذه البرامج البسيطة في الترفيه، يقول لك ما عندناش إمكانيات باش نديروا حاجة كبيرة. بالنسبة لهم هي رحلة البعيدة هي الحاجة كبيرة. تلقاهم نفس البرنامج، يخرجوا الأطفال في رحلة لمكان معين، نفس البرنامج. وعلاش في رايك؟ اولا هو الدور تاع الجمعيات في الموضوع هذا هو يجب ان يكون دور تاع وسيط، لان الجمعيات تعرف منين تعرف ممول، تعرف منين تجيب التمويل اللي يكفيها باش تنظم هذا النشاط. وعندها ايضا من الجانب الثاني عندها ثقه تاع الاداره فيها باعتبارها جهه منظمه معتمده معروفه العنوان تاعها باين. فالجمعيات تقدر تلعب هذا الدور نتاع الوسيط بين كل اللاعبين اذا صح التعبير في الساحه هذه، وتسهل المهمه تاع التسليه والترفيه على كل فئات المجتمع، سواء كان الشباب مهيكل في هذه الجمعيات، سواء كان الشباب غير مهيكل، شباب الاحياء اللي ماهمش مهيكلين ما عندوش رغبه باش يكون داخل الجمعيه، لكن من حين لحين تفتح الباب وتوفر له هذا الفضاء. تبقى التداخل اذا كان صح التعبير او نفس النمط اللي تقوم به كل جمعيه، اعتقد ان كل جمعيه عندها زاويه اللي تنظر بها لموضوع الترفيه. والترفيه في نهايه المطاف هو شيء واحد، عنده مجالات متعدده وانواع من الترفيه، ولكن هناك طابع تاع الجمعيات، هناك الجمعيه اللي يغلب عليها الطابع التنشيطي الثقافي فتجدها تميل اكثر الى هذا النمط من فيه 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 جمعيات اخرى عندها طابع تخصص في 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 مثل نشاطات نسمع من الطرف متخصصين في النشاط تاع تقريبا البحر ملاحة. والملاحه
فتجده يركز على التخصص تاعه وما يقدرش يمشي لك الى شيء اخر، لانه طبيعه الجمعيه موجوده هكذا، فيها جمعيه متخصصه في الجانب التربوي، فتشوف الترفيه انه عنده اهداف تربويه لملء الفراغ الاوقات الفراغ عند الشباب، فتجدها تكملها بهذا السياق. اعتقد هذا، ولكن في نهايه المطاف الصوره تظهر انه كل الجمعيات تصب وتمارس نفس، لكن انا اعتقد انه الخلفيه اللي تنطلق منها الجمعيات تختلف من جمعيه لجمعيه حسب طبيعه نشاطها وطبيعه ومجال عملها. يعطيك الصحه سيد ابو علاق. سيد حمامده، الان انتم كاوكتوبيس تابعين كما قلت لي الاربع هيئات، الاربع وزارات، وزاره البيئه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره السياحة، وزاره الصيد، الصيد البحري، واليوم الصيد البحري والغابات. الله يبارك. نشاطكم هل هناك يعني ترفيه بيئي الآن؟ لأنه لما نخرجوا الناس تخرج العرض البحر ويشوفوا البحر، هل يستفادوا من فكرة حماية المحيط اللي عايش فيه، ولا فقط يخرج للترفيه من أجل الترفيه؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، احنا دائما كاين هذوك الشباب اللي لما يلحق الصيف، لأنه كما قلت أنت الترفيه عندنا هو 3 شهور تاع الصيف، كاين شباب كانوا يقوموا على لي بلاج يعني الشواطئ ينظفوهم ويكروا الكراسه ويكروا لي طابل ولي باراسول كلش، الان ربما ما عندهمش الحق انهم يقوموا في هذه المهمه. كيفاش ممكن تقنين هذا الشباب باش يربح من جهه ويحافظ على المكان اللي يقصده المواطن بامكانيات بسيطه؟ نقول لك بارك الله فيك في السؤال. الله يبارك فيك. من الجانب البيئي، احنا يوم 7 اللي فات برك احنا عندنا يوم نقولوا له احنا لا جورني دي بور بلو. هي اليوم هذا يضم كل الساحل الجزائري بكل الميناءات تاعو، وهذه العام الثاني او الثالث اللي زدنا دخلنا فيه البرنامج تاع السدود من جانب البيئه. هذا اللي نقولوا احنا، هذا يوم ترفيهي ويوم ثقافي ويوم دراسي، يعني في يوم واحد شوفوا واش جمعنا من الاليات. من الباب الترفيه، الناس خرجت للميناءات وراحت على السدود وجازت على الغابات وشافت البواخر وشافت النشاطات على قحد الميدان، والناس هذه راحت خدمت يعني ساهمت في الإطار حماية البيئة. حنا نتحي خاوتنا باسكو راه كاين ثاني لو ريسيف اللي عنده لا جورني تاع لي زيبوير دو لا مير. حنا كانت لي زيبوير دو لا مير بون هي سي تنظيف السطح الشواطئ، بصح من الجانب هذا البيئي حنا داخل الميناء هذا اختصاص سي لي بلونجور. وفي الميدان الترفيهي كاين ثاني جمعيات اللي نحييها كثير منها، هذه الجمعيات تنشط في الميدان الغطس هذايا، منهم احنا عندنا المرجان في لامادراك اللي تروح بقيمه مش غاليه، مش غاليه على بالي، كاين بزاف جمعيات وتاخذوك يخرجوك الدنيا وتدخل تحت الماء وتشوف المحيط كما نقولوا في البحر تما. يعني الجانب البيئي كله مربوط بالبدايه هي البيئه، لو كان ما نخدموش بالبيئه ما نقدروش نروحوا حاجه اخرى. هذا مفروغ منه كما قال. نتكلم على الشباب هذوما اللي كانوا نقدروا نقولوا كانوا واقي اليوم عم حبسوهم، يعني تقريبا يعني كاين اللي عطاوهم لي زوتوريزاسيون كاين اللي ما عطاوهمش. احنا شفنا كثير في الشاشه باللي الناس تقول كي كانوا خير، يعني الناس كان يروح يخلي اللباس تاعو يخلي الاجهزه تاعو يروح يعوب يولي حاجه ما تصير له، صح يحس بانه يحس بلو كونفور ويحس بلا سيكوريتي بالامن. وزيد اكثر من هذا الشيء نولي البيئه، انت كي تروح اليوم تجي غدوه الصباح تسيب المكان نظيف، صح يعني الشباب هذا يعني وليد المنطقه وليد الحي. انا اظن الحاجه اللي كنا لازم نديروها نحكموهم هاد الشباب هذوما، ندخلوهم مدرسه العام اللي فات، ماشي هذا العام، ماشي شهرين من قبل، ماشي ثلاثه من قبل، بدايه العام يعني بدايه العام ونحضروهم للموسم هذا. وعندنا جهاز عظيم
هو جهاز الوكالة الوطنية دعم تشغيل الشباب اللي انت واحد من لينا واحد منهم من 98 الله يبارك. هذا الوكالة احنا ذاك الوقت نقول اولاد لونساج، يعني اولاد لونساج يعني ابن يعني عائلة يعني بيت، ماهيش غير وكالة. الشباب هذا كان المفروض يلتحق بالوكالة عن طريق يكون توجيه، أكيد يكون توجيه وتأطير ومرافقة من الجانب هذه البلديات باش يأسوا مؤسسات مصغرة ويكون نموذج بأن هنا عندنا اختصاص أكيد هذا في هذا الميدان. الاختصاص شنو هو؟ هو يبرون شارج هذا السائح اللي يجي من مكان ما إلى البحر إلى هذاك المكان، وتقدر تكون فيه تاني تمام دراسات عبر احنا الجمعيات نقدر نعاونوهم ونقول لهم كيفاش يديروا كيفاش يخدموا. صح، انا نقول بلي هاد الشباب لازم ندعمه، ما لازمش نقصيه، اكيد اكيد لازم ندعمه. ربما كاين استراتيجيه في التعامل، لازم تكون استراتيجيه مع عند الدوله باش يكون اندماج هاد الشباب في هذا الميدان. وعندنا 14 ولايه على القطر الساحلي ونقول نعاودها 1643 كيلومتر، ومن هذا الميدان راح نزيد ننطلق لأشغال دائمة للعام، مش غير لفصل الصيف. صيف. لأن الشاب هذا من المفهوم تاعه باش الدولة تفهم سورتو البنوك، باسكو ما كانوش حابوا يدعموا هذا الميدان الترفيهي، هما جاب لهم ربي باللي ميدان الترفيه هذا عنده 3 شهور برك هو غير مربح، يعني غير مربح في ما في 3 شهور يقدر يربح. هو لازم نفهموا كيفاش نقولوا حنايا الإدارات مختصة بهذا الشيء، باش لازم الدعم الشباب هذا الموجود على يد المكان التماك، ماهوش واحد آخر يجيبوهم على باليش كيفاش، اللي يديروا له اندماج ويخليوه يشتغل في هذا الميدان. يعطيك الصحة سيد حمام دار، احنا عاد نولي لكم فيما بعد، بعد ما نشوفوا آخر روبورتاج معنا من محطة ورقلة. نسيمة جوجير قامت بموضوع حول جمعية الزئبق التي تقوم بتنظيم رحلات للترفيه والاستمتاع، لأنه احنا اهل كما نقولوا ما نقولوا الشمال، احنا اللي ساكنين في المدن الساحليه نحبوا الصحراء بزاف، نحبوا نروحوا للصحراء، نحبوا نكتشفوها، كذلك هما يحبوا يكتشفوا السواحل والبحر وملوحات البحر والرمل، الرمل ماشي تاع الصحراء، الرمل تاع البحر. هذا هو الترفيه اللي ممكن يكون بدون امكانيات غاليه. نشوفوا هذا الروبورتاج ونعاودوا لكم. حين التقاء الرمال الصحراوية بخيوط تنبعث من شمس ذهبية مع اخضرار النخيل المتناثرة على امتداد بحيرة حسيب عبد الله، منظر جذاب لفت انتباه أعضاء جمعية الزئبق بورقلة ليكون وجهة للترفيه والاستمتاع. قمنا عند قدومنا بحملة نظافة حفاظا عن المحيط، كما قمنا بتشاور فيما بيننا في شغل الجمعية، وكان في الجمعية أيضا هناك شباب خارج الجمعية كان معنا هنا وبسط معنا، وتمنى أنها تكرر هكذا أنشطة للترفيه عن النفس. ولأن جمعية الزئبق تتسم بالاهتمام بالبيئة امتدت أيادي أعضائها لتنظيف البحيرة بغية النعيم بقسط من الراحة في محيط يخفف من ضجيج المدينة وضغوطاتها اللامتناهية. اليوم جينا نبدل شوية الجو ونكسر الروتين تاع المجهود الكبير اللي قاموا به أعضاء الجمعية، وكذلك من أجل ثاني تعريف المقومات السياحية التي تزخر بها ولاية ورقلة، وهذا نموذج من الأماكن السياحية التي تزخر بها الولاية ولاية الجنوب. الخرجة هذه درناها كاين حملة ديجا تاع نظافة درناها هنا اليوم على مستوى بحيرة حاسب بن عبد الله، وممطو ريحوا مع بعضنا احنا اعضاء الجمعيه باش نتلاقاو، ريحوا مع بعضنا نديروا جلسه حميميه تاع ريحوا مع بعضنا كش ما كاين جديد، نتشاوروا في كش ما كاين كش ما راح نديروا مستقبلا. خرجه منظمه من قبل شباب ارادوا فضاء طبيعيا مفعما بمقومات تبعث الراحه في النفس والتسليه لمن اراد ذلك، والتمعن لكل عاشق لطبيعه تبادله هذا شريطه الوفاء والاعتناء بها. بلاصه مليحه وروعه كاع كي تجي ترتاح فيها وكلش، نطلب من العائلات يجوا ما كاين والو، بلاصه جميله كتشوف كما راك تقول،
ان شاء الله يكثروا لنا من هذه الخراجات، وان شاء الله جمعيه زيبق ان شاء الله تكون الامام، وان شاء الله تطور على الهلاله تعود دوليه، وان شاء الله يا ربي نتفائلوا ديفلوبمون من الجمعيه تاعنا، وان شاء الله لاباس ان شاء الله. هكذا خرجات تستحق التكثيف، وبحيرة حسيب بن عبد الله ترحب بضيوفها، فهي قطب سياحي زاده كرم وجود أهل مدينة ورقلة المضيافة جمالا، فمرحبا بكم. شكرا زملائنا من محطة ورقلة ونسيمة جوجيل على هذا الروبورتاج. نروح مباشرة للسيد قادة شافي ورئيس جمعية راديوز. في الأخير باختصار، كيفاش نقدروا ننظموا النشاطات الترفيهية للشباب باختصار سيد قادة شافي؟ تاج أولا تحية الناس الصحراء، وقول بلي أن الدولة الجزائرية عمرها ودائما واقفة وتوفر لجميع ظروف المعيشة والسياحة لخوتنا تاع الصحراء في هذا الصيف، وهما كذلك يعني أنا نقول لك أنا في وهران يعني دائما نشوفهم كيجونا في المخيمات عندنا في عيون طرق ولا في مصاريف في التمسان، دائما فرحانين ويقول لك كتر خير الدولة الجزائرية اللي راهي تسمح نصحاب الشمال نسمحوا في هذوك الأماكن ونخلوا خوتنا الصحراء باش يحسوا روحهم جزائريين. أولا إن شاء الله الترفيه والتنشيط، نظن أن الشاب الجزائري الآن أصبح شاب ذكي، راه الشباب تاعنا أذكياء، يعرفوا كيف يخلقوا الفرجة ويخلقوا الترفيه لنفسهم، ونتمنوا لهم برك ما يليق دائما نكونوا احنا في وسطهم، كثر احنا الكبار اللي رانا يعني دروك احنا اللي عندنا التجربة في الحركة الجمعية والمجتمع المدني، دائما نوعوهم دائما يعني الترفيه الإيجابي ما يكونش الترفيه السلبي، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يكون الخير، والدولة راهي يعني إن شاء الله راك تشوف راكاين أماكن أماكن للتسلية راهي تبني راهي تبنى، ملاعب جوارية للترفيه، أماكن يعني دور الشباب، ويبقى برك غير إن شاء الله لكل واحد المكان اللي خيره باش إن شاء الله بارك الله فيك يفرج على روحه ويخلق فرجة على روحه، والجزائر دائما تبقى ان شاء الله الخير خير إن شاء الله. ورمضان كريم. يعطيك صحه سيد قادة شافي. من ناد مشرف البرنامج قال لي انه الترفيه تاعك كامل، تحب تخرج دير شوا نتايا يا خويا، راك معروض راه واحد دير ترفيه عندنا شوا كاين ما كاش مشكل. يعطيك صحه سيد قادة شافي. الشوا والتنشيط الرياضي وجماعه كاع راكم معروضين عندي. ربي يطول في عمرك. يعطيك صحه سيد قادة شافي رئيس جمعيه راديوز. سيد محمد بوعلاق القائد العام للكشافه الاسلاميه الجزائريه، في الختام واش تقولنا كيفاش ممكن تنظيم بطريقه سليمه الترفيه للشباب ونشاطات الترفيه للشباب؟ اولا احنا لابد ان نحمد الله على نعمه الامن والاستقرار اللي موجوده في بلدنا، وهذا سان غران افونتاج اللي يوفر الترفيه والتسليه ويجعله اولويه، يعني الناس واحد اخرى ما بالنسبه لها ماهوش اولويه لان اولويتها هي الامن. احنا عندنا هذه النعمة وهذا هو العنصر الأساسي لنجح العملية. الأمر الثاني كما تفضل الأخ، بلدنا بجمالها الخلاب الطبيعي المتنوع من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، هي كلها فضاءات جميلة للترفيه والتسلية تحتاج إلى الاستكشاف. نحتاج نحن كجمعيات نتضافر جهود من أجل نشر ثقافة التسلية والترفيه، وأيضا إعادة إحياء تقاليد كل منطقة عندها تقاليدها في الترفيه وفي التسلية، يجب أنها نعود نحيي هذه التقاليد في كل منطقة. أما بخصوصنا احنا ككشافة إسلامية جزائرية، فمن هذا البرنامج نعلن على مشروع خاص بهذه الصائفة في فائدة ولاية الجنوب، وهو تنظيم المسابح المتنقلة لبيسين موبيل اللي راح نديرهم في ولاية الجنوب هذه السنة كأول مبادرة اللي تعملها الكشافة الإسلامية الجزائرية، وهذا أيضا مساهمة منا في الترفيه على الشباب الجنوب اللي في الصيف عندهم درجة حرارة في الحقيقة لا تطاق. يعطيك الصحة سيد محمد بوعلاق القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية. سيد أحمد عبد اللطيف رئيس جمعية أوكتوبيس، باختصار شو نقدر نقوله للشباب كيفاش ممكن أنه يرفع نفسه ويسلي نفسه ويقوم بالسياحة بدون إمكانيات ولا بإمكانيات بسيطة على حسب إمكانياته هو؟ أنا نقول للشباب اللي كاين الوكالة الوطنية لتعليم تشغيل الشباب،
ومن هذا الجانب نقول للشباب تاعنا يلتحق، لاني تانيت رئيس ولائي للجزائر للاتحادية الوطنية لدعم تشغيل الشباب. نقول للشباب يلتحق حنايا بالاتحادية الوطنية لدعم تشغيل الشباب وياخذ من عندنا نماذج موجودة في الإطار التنمية تاع الترفيه هذه، باش يكونوا الآليات الموفرة على القطر الوطني عن طريقهم، وكي يكون عن طريقهم لأن كان في تدعيم من إطار الدولة ما يكونش التكلفة كبيرة. وهذا النداء الموفر لكل الشباب الجزائري. وما ننساوش نزيد نقولوا أن السيد حمام عبد اللطيف هو ممثل الجزائر في منظمة هاربر أوف شور، هكذا يعني ولا مانيش؟ لا لا، هي احنا عندنا أربور أوف شور، هي شركة ضخمة. شركة ضخمة، مش منظمة، مش منظمة. هي المنظمات، احنا عندنا جونيور تشامبر، لا جون شامبر ايكونوميك، وعندنا لو فوفام، لو فوروم اونتاريو فرانكوفوني مونديال، وهو كندي. وراح تشاركوا ان شاء الله في الصالون المعرض، واحنا موجودين في الصالون الدولي الفيا. راح نحط نموذج اللي هو لو فيلاج دو فاكونس، قريه العطله الصيفيه من الجانب الترفيهي والثقافي. ان شاء الله راح نتابعوا راح نتابعوا ان شاء الله هذه المشاريع نتاعكم كامل ان شاء الله. بارك الله فيكم اللي كنتوا معنا في برنامج جزائر الخير. في الاخير نقولوا انه الانسان يخرج يحوس يرفع على نفسه بكل الطرق، بامكانيات بدون امكانيات، المهم النتيجة أنه لما يتجول في المكان يخلي المكان كما لقاه، يعني نظافة المحيط اللي يخرج الآن، لأنه إذا اليوم ترفع وحوس فيه واستمتع فيه، غدوة راح يعبدي واللي يلقاه كما خلاه ما يلقاهش. يعني إذا أنت رفعت على نفسك ما تخليش إنسان واحد آخر يتعذب ولا ما يستمتعش بالشيء اللي تخليه موراك أنت بعد ما تروح. نحافظوا على كل مكان نروحوا له، هذا كامل مكسب لينا احنا كجزائريين. وكما قالوا ضيوفي هنا في البلاطو السيد قدا شافي من وهران، بلدنا كبيرة وشابة ولازم نعرفوا كيفاش نحافظوا فيها، باش نحافظوا عليها، باش نعرفوا كيفاش نرفعوا على نفوسنا لما نحبوا كل واحد تنفح له يحب يخرج. وكما قال الانسبكتور طاهر الله يرحمه، لازم يحوس في البلاج، يعني يخرج يحوس في البلاج السياحي. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر عدد لهذا الموسم من جزائر الخير. لقاءنا بكم راح يكون إن شاء الله في رمضان، إن شاء الله من خلال برنامج رمضان الخير راح نكون أنا وزميلتي لميا طالوت. دائما تكونوا تلاقوا بنا يوم السبت ابتداء من الساعة 11:15، هكذا رايحين إن شاء الله نركزوا على العمل الخيري من خلال المجتمع المدني في شهر رمضان والشيء الكبير اللي يندار في هذا الشهر الكريم. إذا الإشراف العام كان لفوزية بوسباك، والإشراف كذلك لي من ناد شربي، والإخراج لوسيلة شكر، مساعد المخرج جليل عبد الجليل عباس. كان معكم عماد سعدون طيلة هذا الموسم، راح نتلاقى بكم في شهر رمضان. واش نقول لكم يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا دائما وتابعتونا. ما تنساوش www.ntv.dz، دخلوا شوفوا صفحة البرنامج الرسمية، تقدروا تشوفوا البرنامج كذلك. نحيي استوديو رقم واحد والتقنية اللي خدمنا معهم اليوم، تحية لكم كامل. واش بقى لي نقول لكم؟ بقوا على خير، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير.